التجارة تعلن وصول باخرة جديدة محملة بالرز لحساب مفردات السلة الغذائية. أعلنت وزارة التجارة عن وصول باخرة جديدة محملة بالرز التايلندي للمياه الإقليمية لحساب مفردات السلة الغذائية. وذكر بيان للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة للشركة أن الباخرة محملة ب 41,500 طن من مادة الرز التايلندي لحساب مفردات السلة الغذائية. وأضاف أن فاحصيل مختبر في أم قصر بالتعاون مع ملاكات قسم السيطرة النوعية قاموا بسحب النماذج الأولية لغرض إجراء الفحص الفيزيائي الأولي عليها، ومن ثم إرسالها إلى المختبر المركزي لإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية. وأشار إلى أنه بعد ظهور نتائج الفحص بصلاحية المادة يتم توزيع تلك المادة على المواقع والفروع التابعة للشركة وفقا للخطة التسويقية التي يعدها قسم التسويق لتجهيزها للمواطنين ضمن حصص مفردات السلة الغذائية.